بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لنا الإسلام دينا قويما وأرسل به رسولا كريما وضمنه ذكرا حكيما. سبحانه له الخلق وله الأمر وله الحكم وله القهر. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالطريقة السواء والشريعة السمحاء والملة الحنيفية الغراء، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بطلعته عنها الغب. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم جميعا أيها المشائخ الكرام والإخوة الأعزة والأبناء النجباء بتحية الإسلام الطيبة المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أسعدنا أن نلتقي بكم في هذا البلد الطيب وفي هذا الصرح العتيد في هذه الليلة المباركة وفي هذه التي جعلها الله سبحانه وتعالى موسم خير وبركة على هذا البلد العريق الطيب. فنسأل الله أن يبارك في هذه الأيام وأن يبارك فيما فيها من عطاء الله سبحانه وتعالى العظيم، وأن يوفقنا جميعا لشكر هذه النعمة وغيرها من نعم الله عز وجل. هذا ولا ريب أن الإسلام الحنيف الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لأن يكون صلة بينه وبين العباد، وأن يكون معقد ارتباط عباده المؤمنين، وأن يكون واحة أمن واطمئنان للجميع في السماوات وفي الأرض. هذا الإسلام الحنيف ضمنه الله سبحانه وتعالى ما ضمنه من الخير العظيم، ففيه العقيدة الصحيحة التي تحل كل ملغزة من ملغزات هذا الوجود وتكشف كل سر معمى من أسرار هذا الكون. جعلها الله سبحانه وتعالى سبباً لوصول الإنسان إلى الحقيقة التي حار فيها، وجعلها الله سبحانه وتعالى رابطة بين الدنيا والآخرة وبين المسير والمصير وبين العمل والجزاء، كما جعلها الله سبحانه وتعالى واصلة بين المخلوقين والخالق العظيم جل جلاله. هذه العقيدة هي نور يضيء جنبات هذه الحياة بأسرها. فالله سبحانه وتعالى كشف لعباده من خلال الحقائق الغيبية. ولا ريب أن الإيمان بالغيب هو نقطة الافتراق بين طائفتين من الناس، بين طائفة تقوقع في محيط المادة المظلم الضيق وفي حدود ما وصلت إليه الحواس، وطائفة أخرى تنطلق في أرجاء ملكوت الله سبحانه وتعالى مستكشفة أسرار الله سبحانه في خلقه، مدركة لسر هذه الحياة التي بوأها عباده. فهذه العقيدة كما قلنا هي
سبب لوصول الإنسان إلى خير الدنيا وإلى سعادة الآخرة. ثم مع ذلك جاء الإسلام بما يذكي جذوة هذه العقيدة من العبادات المشروعة المتنوعة، وجاء بما يعززها من الأخلاق الكريمة التي إن حرص عليها الإنسان تبوأ خير الدنيا والآخرة. وجاء هذا الإسلام الحنيف بما جاء به من تعاليم ربانية تعطي كل ذي حق حقه، وتعطي الإنسان مكانته في هذا الكون، وتقيم العلاقة الطيبة أولاً بين المخلوق وخالقه سبحانه وتعالى، ثم بين الإنسان وأخيه الإنسان، وبين القريب وقريبه، وبين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجه، وبين الإنسان وجميع هذا الكون الواسع الأرجاء المترامي الأطراف. لأن الله تعالى اختار الإنسان لأن يكون خليفة في الأرض وهي جزء من هذا الكون، واختاره لأن يكون سيدا في هذا الكون إذ هو قطب رحاه. والله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان هملا ولم يترك سدى، وإنما خلقه ليطلع بهذه الأمانة العظيمة وليتبوأ هذا المكان الرفيع. فلا ريب أن هذا التشريف يكون بقدره التكليف أيضا، فالإنسان مكلف في هذه الحياة بتكاليف متعددة. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى من خلال ما شرعه في هذا الدين الحنيف من تعاليم ربانية جعل الإنسان ينهج نهج الأخلاق الفاضلة. فنحن نرى أن عنصر الأخلاق في كل جزئية منها جزئيات هذا الدين فضلا عن كلياته. جاء الإسلام بالأخلاق العالية، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله سبحانه وتعالى وأعلى قدره فوق مرتبة الخلق جميعا عندما أثنى عليه إنما وصفه بالخلق العظيم، إذ قال سبحانه وتعالى خطابا لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحدد رسالته التي بعث بها في هذه الأمة، فيقول: بعثت متمما لمكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين مكان الأخلاق إذ يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون. ويبين صلى الله عليه وسلم قيمة الأخلاق أيضا عندما سألته السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها في المرأة يكون لها أزواج متعددون ويجتمعون جميعا في الجنة، لمن تكون منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخير بينهم فتختار أحسنهم خلقا. ثم قال: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. يعني أن حسن الخلق جمع خير الدنيا والآخرة، ما لم يبق باقية من خير الدنيا والآخرة إلا واحتواها. فالأخلاق الحسنة هي بطبيعة الحال تجمع خير الدنيا وخير الآخرة، ولذلك طبع عليه أفضل الصلاة والسلام على مكارم الأخلاق. وعندما ننظر
إلى كل ما شرع في الإسلام من كليات هذا الدين وجزئيات، نجد كما قلت أن عنصر الأخلاق راسخ مكين في هذا المشروع. فالعبادات بأسرها تحتوي على مكارم الأخلاق. لو جئنا إلى أي عبادة من هذه العبادات فإنها تؤدي إلى الأخلاق الحسنة. الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده وجعلها تتكرر في اليوم والليل 5 مرات على الأقل ترسخ مكارم الأخلاق في النفوس، إذ كل ما يأتي به المصلي في صلاته إنما يدعم جانب الأخلاق. نجد أن الله سبحانه وتعالى شرع هذا المثول الذي يمثله الإنسان بين يدي الخالق العظيم جل جلاله، يقف خاضعا متذللا وهو يشعر بأن الكون كله بأسره يتفاعل معه في كل ما يأتي به وفي كل ما ينطق به. إذ هذا الكون بأسره يسبح بحمد الله ويخضع ويسجد خاضعا لجلال الله، كما يؤذن بذلك قول الله تعالى: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويقول الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فإذا هذا المصلي ليس وحده يمثل بين يدي الله، وليس وحده يسبح بحمد الله، وليس وحده يسجد لجلال الله، إنما الكون بأسره يتفاعل تفاعلا تاما مع هذا المصلي الخاضع لجلال الله سبحانه وتعالى. وعندما يكبر تكبيرة الإحرام لا ريب أن هذه التكبيرة تسكب في نفسه معاني عدة، إذ هي تشعره بأن الكبرياء لله سبحانه وتعالى، وليس له أن يتطاول على الله فينازعه هذه الصفة التي هي خاصة به تعالى، وإنما عليه أن يتواضع لجلال الله وأن يطأطئ رأسه لعزة الله وأن يخضع رقبته لقيومية الله سبحانه وتعالى. وهذا يجعل الإنسان إن كان رفيع القدر بين الناس يتواضع ولا يستعلي على الناس، ولا ريب أن هذا خلق عظيم يتحلى به المصلي ويستمده من كلمة واحدة يقولها عندما يفتتح الصلاة، وهي كلمة الله أكبر. وهذا بطبيعة الحال مما يؤدي إلى الترابط ما بين الناس. ثم إن هذه الصلاة تجعل الإنسان يتفاعل مع بني جنسه تفاعلا تاما، إذ يشعر بمشاعرهم ويحس بأحاسيسهم. فنحن نجد أن هذه الصلاة يعلمنا الله تعالى فيها كيف نوجه العبادة إليه، بحيث نوجهها إليه بصيغة جماعية لا بصيغة فردية. فالمصلي عندما يمثل بين يدي الله يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يقول: إياك أعبد وإياك أستعين. وهذا لأن دين الإسلام يجمع الشتات ويؤلف القلوب ويوحد المشاعر ويجعل الإنسان يتفاعل تفاعلا تاما مع بني جنسه ويرتبط ارتباطا كاملا مع أبناء عقيدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا كيف يجب أن يكون الارتباط بين عباد الله المؤمنين، فيقول: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلا ريب أن المصلي عندما يؤدي هذه الصلاة على هذا النحو يستمد الأخلاق الفاضلة ويتعلم كيف يتواضع بحيث لا يستعلي أحد على أحد، إنما الكل إخوة في ذات الله تعالى. تتبخر جميع الحواجز وجميع الموانع بين الناس حتى يندمجوا جميعا وينصهروا جميعا في بؤتقة واحدة هي بؤتقة الإيمان. وشرعت لأجل ذلك الصلاة في جماعة، شرعت الصلاة في جماعة بحيث ينتظم المؤمنون في صلاتهم فيركعون في وقت واحد ويرفعون في وقت واحد ويسجدون في وقت واحد ويرفعون من سجودهم في وقت واحد. الجميع ينتظمون وراء الإمام انتظاما تاما، وهم يقفون صفوفا متراصة لا يفصل بينهم فاصل، يقف الحاكم والمحكوم والقوي والضعيف والغني والفقير والأبيض والأسود والعربي والأعجمي جميعا وقفة واحدة ليس بينهم فاصل. بهذا يجسدون معنى الأخوة الإيمانية التي تجمع شتات المؤمنين، كما يؤذن بذلك قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا تبقى هناك نعرات تفصل أحدا عن أحد، لا نعرات قومية ولا نعرات عنصرية ولا نعرات سياسية ولا نعرات طائفية، إنما الجميع إخوان في ذات الله سبحانه وتعالى يقفون متحابين بين يدي الله. ولذلك كانت هذه الصلاة سبباً لغرس روح التقوى في نفس الإنسان، إذ الصلاة كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ونجد كيف جاء القرآن الكريم يعرفنا أن هذه الصلاة بوهج طاقتها العظيمة تبخر في الإنسان طبائع كأنما جبل عليها، هي في الأصل من جبلة الإنسان، ولكن تتبخر هذه الطبائع بتأثير هذه الصلاة. فالله تعالى يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم يصفهم بما يصفهم به ويختتم هذه الصفات جميعا بالمحافظة على الصلاة والذين هم على صلاتهم يحافظون. فإذا الصلاة لها أثر كبير في هذا الجانب، الجانب الأخلاقي. كذلك نجد أن الزكاة، وهي أيضا ركن من أركان الإسلام، هي الركن العملي الاجتماعي، هي سبب من سبب الأخلاق. ما أعظم تأثير الزكاة في أخلاق الإنسان وتهذيبها وتقويمها، لأن النفس البشرية طبعت على حب المال حبا جما، فالإنسان بطبيعته يحب المال لأنه قوام الحال ولأنه تقضى به مآرب الحياة. وهذا الحب عندما يتغلغل في أعماق النفس يستولي عليها حتى يعمي بصيرتها ويغور فيها ينابيع الفضائل. ولكن جعل الله سبحانه وتعالى الإنفاق الذي شرع في الإسلام، ومن بين هذا الإنفاق الزكاة المفروضة التي تجب في أصناف مخصوصة من المال. هذه الأصناف تشتد إليها حاجة الناس جميعا، يشترك في الاحتياج إليها الأغنياء والفقراء، ولذلك يسيل من أجلها لعاب الفقراء عندما يجدونها في الأغنياء. هذه الزكاة بأدائها على النحو المشروع الذي شرعه الله تعالى امتثالا لأمر الله وانقيادا لحكمه وإذعالا لطاعته، يؤدي إلى أن تتحسن الأخلاق فيما بين الناس،
بحيث إن هذا الإنسان الذي آتاه الله تعالى ثروة من المال يتحرر من أثر حب هذا المال حتى يقدم عليه مصالح بني جنسه فيؤثرهم على نفسه ويؤتيهم من هذا المال سخية بها نفسه. ولا ريب أن حب المال عندما يتغلغل في النفس يكون كارثة، وهذا معهود، فإن حب المال هو الذي يدفع بالناس إلى السطو على الآخرين، ولربما كان ذلك حتى فيما بين الأقربين. كم من قريب تعجل وفاة قريبه فسقاه السم الزعاف، أو أنه أرداه بأي وسيلة من وسائل القتل من أجل أن يستحوذ على تركته بتأثير حب المال في نفسه. ولكن عندما يتعود الإنسان أن ينفق هذا المال طاعة لله تعالى وتقربا إليه، لا ريب أنه بذلك يتحرر من أثر حب المال، وتتفجر في نفسه ينابيع الرحمة بحيث يحس بمشاعر الآخرين وحاجة المحتاجين وبؤس البائسين، فيحرص دائما على أن يؤثره مما آتاه الله سبحانه وتعالى من خير. ولذلك نجد القرآن الكريم يبين أن هذه الزكاة هي طهارة وهي تزكية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وسميت زكاة وتسميتها هذه تمحي بالمعنيين جميعا، لأن زكاة الشيء إما أن تكون بمعنى الطهارة وإما أن تكون بمعنى النماء. يقال زكاه يزكيه بمعنى طهره يطهره، وزكاه بمعنى نماه جعل فيه النماء. ونحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما ومزكيا، بعث مطهرا لهذه النفوس. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الزكاة بطبيعة الحال لها هذا الأثر في النفس الإنسانية، فهي طهارة لهذه النفس وهي نماء، لأنها تنمي الفضائل فيها. وإذا جينا إلى الصيام كذلك، الصيام هو مدرسة يتدرب فيها الإنسان على الأخلاق الفاضلة. أولاً يعود نفسه أن يغض بصره عن الحرام، وأن يمنع سمعه عن سماع ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يضبط لسانه حتى لا ينطق بأي كلمة فيها هجر أو فيها إساءة إلى أحد. وكذلك يقيد جميع الجوارح حتى لا تتحرك أي تحرك إلا في الخير، وهذا ما يؤذن به قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك عندما يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ونجد مع هذا كله يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يروض الصائم نفسه على الأخلاق الفاضلة، بحيث إنه يتحمل ما يصيبه من الآخرين من الأذى، ولا يقابل الإساءة بالإساءة، إنما يقابل الإساءة بالإحسان. فهو عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن أحد سابه أو قاتل فليقل إني صائم. نعم، ما أعظم هذا الخلق الذي يعود الإسلام به أبناءه، والذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته وتربية لضميرها، فهي مسؤولة عن هذا كله. ولا ريب أن الإنسان عندما يعتاد هذا في شهر رمضان في كل عام، يهون عليه في بقية العام أن
يعود نفسه هذه العادات الكريمة، وذلك بتأثير الصيام. كذلك الحج هو موسم عظيم، موسم يجمع الشتات ويؤلف القلوب ويوحد الصف، يجمع وفودا تأتي من بقاع الأرض لتلتقي في تلك الأراضي الطاهرة وفي ظل العبودية لله سبحانه وتعالى وأمام بيته المحرم، لتجدد عهدها مع الله عز وجل، وهي تمثل الشعوب التي جاءت منها، تمثل هذه الشعوب في هذا اللقاء العظيم، اللقاء الذي يكون في أماكن القداسة والطهر، حيث كانت النبوة، حيث انطلقت دعوة الحق إلى أرجاء الأرض. وفي هذا ما يجعل الإنسان يحرص على أن يقتدي بالرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام في أخلاق وفي تحمل الأذى وفي إبلاغ هذه الدعوة وفي التفاني من أجل إبلاغ هذه الدعوة. وهذا، وإذا جئنا إلى الإسلام الحنيف نجد أن تعاليمه الأخرى أيضا جميعا هي تصب في مصب الأخلاق. نحن لو جئنا إلى ما شرع في الإسلام من أحكام الأسرة، من حسن التعامل بين الأسرة والترابط، سواء كان ذلك بين الآباء والأمهات من ناحية، والأبناء والبنات من ناحية أخرى، أو كان ذلك في محيط الأسرة أوسع، أو كان ذلك بالنسبة إلى العلاقة الزوجية، نجد عنصر الأخلاق بلغ الغاية. ما أعظم هذه الأخلاق التي جاء بها الإسلام، الله سبحانه وتعالى كيف علمنا الأخلاق، كيف وصانا بالآباء والأمهات في القرآن الكريم، حيث جمع ما بين حق الآباء والأمهات وحقه سبحانه، كما فرض علينا أن نفرده بالعبادة، فرض علينا أيضا أن نبر الآباء والأمهات. الله سبحانه وتعالى يقول: وصينا الإنسان بوالديه، يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني لا تقل لهما كلمة تضجر، كلمة تدل على أي تضجر مما يبدو منهما، لأن بلوغهما من الكبر أتيا هو مظنة أن يصدر منهما من التصرف والأعمال ما يضيق به صدر الولد، ولكن عليه أن يتقبل ذلك وأن يحسن. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. كم من آيات في القرآن الكريم تدلنا على هذا. من ناحية الأولاد، الله سبحانه وتعالى أوجد الفطرة في نفوس الآباء والأمهات، فطرة الحنان والحنون تجاه الأولاد، ومع هذا هم داخلون فيما تجب فيما بينه الله تعالى من وجوب الرعاية تجاهه. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في هذا ما يبعث الإنسان على أن يحرص على سلامة أفلاذ أكباده في الدار الآخرة، وأن يكونوا بررة أتقياء الصالحين، بحيث يحرص كل واحد أن يربي أولاده على الأخلاق الفاضلة وأن يعودهم العادات الحسنة. ولا ريب أن فطرة الآباء والأمهات فطرة تجعل الأب والأم حريصين كل الحرص على سلامة الولد، حتى من الأشياء البسيطة، كما يقول الشاعر: وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. وإذا كان هذا بهبوب الريح، فكيف
والعياذ بالله بالعذاب، عذاب يوم القيامة. كيف لا يحرص الوالد أو تحرص الوالدة على إبعاد الأولاد عن سخط الله تعالى من خلال تعويدهم العادات الحسنة وترويضهم على الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. كذلك من حيث العلاقة الزوجية، نحن نرى أن العلاقة الزوجية هي مبنية على الأخلاق، والله سبحانه وتعالى يزكي جدوة الأخلاق في نفوس الجميع. يقول تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والله سبحانه وتعالى يقول: فعاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم أحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما أعظم هذه الأخلاق التي يطبع الإسلام عليها أبناءه لو أنهم تمسكوا بهذه الأخلاق وحرصوا عليها. كذلك بالنسبة إلى الأقربين، الإسلام يعود الناس أن يرعوا صلة القرابة، بل يعطي هذه القرابة قدرا عظيما من العناية. الله سبحانه وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين يسيئون إلى العلاقة، علاقة الأقربين، يسيئون إلى الأرحام. كذلك نجد في الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الرحم شجنة معلقة بالعرش، تقول: اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه. هذا كله مما يبعث الناس على الحرص على التعامل بالأخلاق فيما بينهم. كذلك بالنسبة إلى الجوار، كم جاء في أحاديث القرآن الكريم وصى بالجوار، ثم الأحاديث الشريفة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ناط ذلك بالإيمان بالله واليوم الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يعني إيذاء الجار مناف للإيمان بالله واليوم الآخر. وهذا أمر يعني أدلته كثيرة في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما تذبح شاة في بيته يقول: أرسلوا منها إلى جارنا اليهودي. يأمر بإرسال شيء من تلك الشاة إلى الجار اليهودي. وهكذا إذا جئنا إلى مبدأ العدالة في الإسلام، الإسلام ضرب أروع الأمثال في العدالة، بحيث لا تكون البغضاء بين الناس حائلة بينهم وبين أن يعدل بعضهم في حق بعض. مهما كانت البغضاء يجب أن تكون هنالك عدالة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعدلوا هو أقرب للتقوى، يعدلوا هو أقرب للتقوى. القرآن ضرب أروع الأمثال في هذا. الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه كم من آيات، عدة آيات في سورة النساء جاءت من أجل تبرئة ساحة يهودي ألصق به من التهمة ما لم فيما في أمر لم يرتكب، ألصقت به تهمة بأمر لم يرتكب، فنزل قرآن يتلى في الصلوات وفي غيرها فيه تبرئة لساحة ذلك اليهودي. إذ هناك من عامة المسلمين الذين لم يكن الإيمان راسخا في قلوبهم بعد في ذلك الوقت، وقعت من أحدهم سرقة، وسرق درعا، ولما سرق الدرع وخاف أهله أن يكتشف هذا الأمر وأن يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا الدرع ورموه في بيت يهودي وقالوا بأن اليهودي هو الذي سرق الدرع.
فإذا بالقرآن يفضح هذه المؤامرة، يأتي القرآن ليفضح هذه المؤامرة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. هذه آيات تنزل لأجل تبرئة ساحة يهودي مع أن اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ولكن عدالة الإسلام تقتضي أن يعامل الكل بالعدل، أن يعامل القريب والبعيد والبغيض والحبيب، أن يعامل الجميع بالعدل بحيث لا يؤثر قريب على بعيد ولا حبيب على بغيض، وإنما الكل ينالون هذا العدل على قدم مساواة لا فرق بينهم في ذلك. كذلك نجد أن الإسلام يأمر الناس جميعا أن يقولوا الكلمة الطيبة، أن يقولوا الكلمة الطيبة فيما بينهم. كم من توصية بذلك، الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا، ما قال وقولوا للمؤمنين أو قولوا للمسلمين، قال وقولوا للناس حسنا. ثم مع هذا يجعل العلاقة بين الناس ولو كانوا كفرة مجرمين، ولكن مع ذلك إن وافقوا على هذه المعاملة علينا أن نعاملهم معاملة طيبة، معاملة حسنة، معاملة إقساط وبر. هذه هي العلاقة بين المسلمين وبينهم، علاقة إقساط وبر، إلا أولئك الذين يجاهرون بعداوتهم ويقفون في وجه الإسلام. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، مأمورون بالبر وبالإقساط، إن الله يحب المقسطين. هذا من الحق الذي للجميع، وهذه من محاسن الإسلام. نعم الإسلام لا يدعو إلى الذل، أن يذل المؤمنون ويستخذوا أمام أعدائهم أعداء الحق والدين، هذا أمر لا يرضاه الإسلام لأبنائه. الإسلام يأمر بأن يكون المؤمنون دائما في عز وفي مكان رفيع وفي قدر عال، بحيث إنهم لا يستخذون لأعدائهم. وهذا من محاسن الإسلام، إذ لو كانوا مستخذين أذلاء لا ما بقيت باقية من الخير. ولكن عندما تكون أمة الخير أمة قوية أمة سائدة، بهذا تتمكن من بث الخير في الناس جميعا، بهذا ينعم الجميع، ينعم المؤمنون وغير المؤمنين بعزة المسلمين واجتماع شملهم وتوحد صفهم وترابطهم فيما بينهم. الله سبحانه وتعالى بيّن في محكم كتابه أن المؤمن عليه أن يكون تجاه الآخرين عزيزا وتجاه المؤمنين ذليلا، لا بمعنى الذل، بمعنى أن يكون يرضى أن تداس كرامته وأن لا لا لا
وإنما بمعنى التواضع. الله تعالى يقول أعزة على المؤمنين، أعزة يا أيها الذين آمنوا إن من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم، ذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه هي صفات المؤمنين. ولا ريب أن المسلمين في الرعيل الأول عندما كانوا متمسكين بحبل الله تعالى المتين ومستبصرين بنوره المبين وكانوا حراسا على الخير، شاع هذا الأمر، فكان ذلك سببا لحسن سمعة الإسلام. الإسلام ليس دعوة خاصة في شعب من الشعوب أو في أمة من الأمم، وإنما هو دعوة الجميع. الإسلام هو دين الله تعالى الحق الذي اختاره لجميع عباده، يؤذن بذلك القرآن الكريم في آيات متعددة. الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويبين أن جميع الرسل جاءوا بالإسلام، كل رسول كان يدعو إلى الإسلام. نوح عليه السلام قال وأمرت أن أكون من المسلمين، وكذلك إبراهيم عليه السلام يحكي الله تعالى عنه وعن إسماعيل عليه السلام أنهما كان يقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كذلك نجد أن الله تعالى يقول ومن يقول في يحكي عن إبراهيم عليه السلام أنه قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية إبراهيم ويعقوب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. هذا يعني جميع الرسل هكذا كانوا. الله تعالى يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. هذا الدين جميع، وإنما الشرائع كانت مختلفة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء بنو علات، دينهم واحد وشرائعهم متعددة. هم بمثابة الإخوة من الأب، أمهاتهم متعددة وأبوهم واحد، فكذلك دينهم واحد وشرائعهم التي جاءوا بها شرائع متنوعة مختلفة. فدين الإسلام إذا دين الجميع. هذا الدين بعث به النبي صلى الله عليه وسلم على أوسع وجوهه، أوسع مداخله وبخاريه وأتم تعاليمه، فدعا إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في الأخلاق الفاضلة، عندما كان يدعو إلى هذا الإسلام يحرص على التخلق بالأخلاق الفاضلة. حسبنا ما نجده في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم، يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من هم؟ هم خير القرون، هم المهاجرون والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فظا غليظ القلب فإن طبائعهم تؤدي إلى النفور منه وانفضاضه عنه، ولكن كان يأسرهم بأخلاقه، وهكذا هم تطبعوا بهذه الأخلاق التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما خرجوا إلى أصقاء الأرض كانوا يحملون رسالة الأخلاق، هم في السلم وفي الحرب، في المكره وفي المنشط، في جميع الأحوال كانوا مثالا للأخلاق الفاضلة، حتى أن خصومهم اعترفوا بهذا، اعترفوا بأنهم كانوا على قدر عال من الأخلاق بحيث لا يمكن أن ترقى
إلى قدرها أي أخلاق أخرى مما يتخلق به البشر. وهذا الذي جعل الأمم تتبع هذا الحق وتتبع هذا الدين وتعتني بهذا الخير وتستهدي بهذا النور العظيم. إنما الأمم دخلت في دين الله تعالى بتأثير الأخلاق، كانت أخلاق المؤمنين هي التي تسحر الناس وتجذبهم جذبا إلى اتباع هذا الحق، وهذا الذي يجب أن يكون عليه الناس اليوم. إنما سمعة الإسلام يجب أن نحرص عليها من خلال التطبيق الدقيق لتعاليم الإسلام، من خلال الحرص على هذه الأخلاق والتخلق بها. الإسلام دعوة عالمية، لا ينحصر الإسلام في جال دون غيره، ولا في شعب دون غيره، ولا في محيط في إقليم معين دون غيره. إنما الإسلام دعوة عالمية. الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. ويقول في القرآن وما هو إلا ذكر للعالمين، ويقول إن هو إلا ذكر للعالمين. فلما كان ذكرا للعالمين فإن على أمة الإسلام أن تبلغ هذه الرسالة إلى العالمين، وإنما عليها أن تمهد لقبول الناس هذا الحق بهذه الأخلاق، بحيث يحرص الناس على بلورة الإسلام من حيث المعتقد ومن حيث الأخلاق ومن حيث العبادات ومن حيث المعاملات، حتى تكون صورة الإسلام صورة واضحة، صورة يجدها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فتتساوق جموع الناس إلى اعتناق الدين. ونحن لو جينا نقارن بين وضع السلف الصالح ووضعنا اليوم لوجدنا هنالك فوارق عدة. لو جينا نقارن من حيث الإمكانات في عهود السلف الصالح لوجدنا أنهم ما كانت عندهم شيء من الوسائل التي نملكها اليوم، لا توجد عندهم وسائل. كانوا ينتقلون من مكان إلى مكان دعاة إلى الله سبحانه وتعالى على الأقدام، أو ركوبا على ظهور الدواب، أو ركوبا على ألواح البحر، هكذا كانت الوسيلة. والكلمة إما أن تكون كلمة مباشرة تخرج من فم أحدهم إلى الآخر ليسمعها، وإما أن تكون بواسطة الكتابة، بواسطة القلم الذي ينقل الكلمة من مكان إلى مكان. ومتى تصل الكتابة؟ تصل بعد مدة طويلة، الانتقال من مكان إلى مكان يستغرق وقتا طويلا، بينما الآن يتحدث الإنسان بالكلمة في أقصى المشرق فيسمعها من هو بأقصى المغرب في نفس اللحظة، ولربما كان يشاهد من بالمغرب من بالمشرق كيف يتفاعل مع الكلمة عندما يتحدث بها. وهناك وسائل متعددة، هناك الشبكة العنكبوتية، هناك حتى الهواتف النقالة أصبحت الآن وسائل للنقل. فيجب على الأمة أن تحرص من خلال هذه الوسائل جميعا على إبلاغ دعوة الإسلام. إنما السلف الصالح تغلبوا على جميع العقبات وتخطوا جميع الحواجز بالأخلاق، هذه الأخلاق التي انتشرت في الأرض، إذ أحسنوا سمعة الإسلام. حتى أعداء الإسلام أنفسهم كانوا يتحدثون عن أخلاق المسلمين، حتى الذين يحاربونهم كانوا يتحدثون فيما بينهم عن أخلاق المسلمين، كما ذكر ذلك الطبري في قصة هرقل عندما اجتمع بقادة جيشه لدراسة أسباب الهزيمة التي لاحقت هذا الجيش الذي كان منتصرا عما قريب على أكبر إمبراطورية في الأرض، على الدولة الفارسية. كيف تقهقر أمام هذا الزحف من المؤمنين؟ طرح عليهم هذا السؤال، ما هي أسباب هذه الهزيمة؟
كيف حال هؤلاء الناس الذين لقيتموهم في ميادين المعركة؟ فقال له أحدهم: هم رهبان بالليل وفرسان بالنهار، لا يأكلون في ذمتهم إلا بثمن، ولا يدخلون إلا بسلام، يقضون على من حاربوا حتى يأتوا عليه. نعم، هم من حيث وجوب المعاملة الحسنة آية في ذلك، لا يأكلون في ذمتهم إلا بثمن ولا يدخلون إلا بسلام، ولكن في الحرب هم أشداء، بحيث إنهم لا يستكينون أمام العدو ولا يستخذون أبدا، يقضون على من حاربوا حتى يأتوا عليه إلا إن سلم الأمر وترك العدوان عليهم هكذا. وسأله ورد عليه آخر بقوله: أما الليل فرهبان وأما النهار فرسان يرشون النبل ويرمونها ويثقفون القنا، لو حدثت جليسك حديثا ما فهمه عنك لما على من أصواتهم بالقرآن والذكر. هذه الأخلاق وهذه الصفات الحميدة هي التي تنقلتها هذه الألسن، فكانت ألسن الأعداء بمثابة وسائل إعلام لهذه الدعوة، هذا الذي مكن لهذه الدعوة واكتسحت هذا العالم ووصلت إلى حيث وصلت، حتى أن نابليون القائد الفرنسي يقول: لقد افتتح العرب نصف الكرة الأرضية في نصف قرن من الزمن. نعم، هذا إنما كان بهذه الأخلاق وبهذه المعاملة الطيبة التي يعاملونها الناس، بحيث يجدون فيهم الأخلاق الفاضلة. كذلك نجد أن الأمم جميعا كانت ترزح تحت نير الظلم والاستعباد في ذلك الوقت، الظلم كان بلغ الغاية في كل مكان، وجاء الإسلام بالعدل، أذاق الناس طعم العدل، والعدل كما قلنا هو الذي يجب أن يتخلق به المسلم في جميع الأحوال كما فرض القرآن الكريم. كان مما يذكر من الظلم والجور والطغيان أن الطبري يحكي قصة عن كسرى أنوشروان الذي كان يعتبر الملك العادل، الذي يعتبر ما بين أباطرة الفرس ورمز العدالة فيما بين أباطرة الفرس، يحكي قصة بأنه أمر جميع طبقات الناس أن يحضر من يمثلهم في اجتماع، فحضر وطرح عليهم فكرة، وهي أن يمسحوا أرض الإمبراطورية جميعا ويسجلوا كل ما يوجد في تلك الأرض من نهر أو عين أو شجر أو زرع، كل ما ينتج، بحيث تفرض ضريبة على ذلك وتسجل هذه الضريبة في الدفاترين. عرض هذه الفكرة وطلب منهم أن يقولوا رأيهم، قال: هذا لأجل ما يحدث من حروب وغير ذلك، بحيث تكون عندنا دائما ميزانية رصدت من أجل ما يقع ومن أجل ما يعرض من حروب وغيرها مما ينبغي أن ينفق فيه. فلم يجب عليه، استشارهم ولم يرد عليه أحد، ثم عاد المشورة مرة أخرى ولم يرد عليه أحد، ثم عادها ثالثة، فقام إليه رجل فقال له: أيها الملك، أتفرض هذه الضريبة في عين تغور ونهر ينقطع وزرع يموت وثمر يتلاشى على باستمرار، هذا أمر صعب على الناس؟ فقال له: يا ذا الكلفة المشؤوم، أكنت أجرأ الناس علي؟ من أي طبقات الناس أنت؟ فقال له: من الكتاب.
فأمر الكتاب أن يضربوه بالدواء حتى يموت. هذا هو العدل الذي كان عندهم. هذه الصورة من صورة العدل في من يعدونه أعدل حكامهم. فلا ريب أن أمة تعيش في مثل هذا الوضع المزري المهين، وتستنشق من عبق الإسلام ما ينعش حياتها. تجد في الإسلام الراحة، وتجد في الإسلام الطمأنينة. ولذلك كانوا هم السبب في نصرة المسلمين، حتى أن بعض النصارى الذين كانوا يعيشون تحت وطأة الروم وقسوة الروم وبطش الروم، كانوا هم الذين طلبوا المسلمين أن يأتوا إليهم من أجل أن يخلصوهم من هذا البطش، وأن يخلصوهم من هذا الظلم. فكان الإسلام سببا لتقبل الناس له، وإقبالهم عليه، واعتناقهم له. وهذا مما يجب أن نحرص عليه الآن، يجب على المسلمين جميعا أن يحرصوا عليه. الإسلام الآن تبين أنه هو الرحمة للجميع، الإسلام هو الرحمة للعالم. وكل ما يقع الآن في العالم دليل على أن الناس سيرجعون إلى الإسلام، رضوا أم كرهوا، لأنهم ما وجدوا حلا لأي مشكلة من المشكلات. هذه المشكلات المالية المتفاقمة لا يمكن أن تحل إلا بالإسلام، دين الله تعالى الحق الذي يقيم موازين القسط بين الناس، ويؤتي كل ذي حق حقه، يؤتي الفقراء حقوقهم من أموال الأغنياء، ويمنع أصحاب الجشع أن يستغلوا حاجات الفقراء، حاجات المحتاجين، فيحرم الربا، ويفرض على الناس أن يواسوا إخوانهم، ويشرع فيما بين الناس القرض الحسن الذي ليس فيه ربا ولا فيه أي شيء مما يكدر الصفو. هذا بطبيعة الحال مما يجذب القلوب إلى هذه الإسلام، وإنما يجب أن يعرض الإسلام عرضا حسنا. ولذلك كان التطبيق الدقيق للإسلام وقيمه وفضائله وأخلاقه وشريعته، كان التطبيق الدقيق لذلك والسبب الذي سيجذب الناس إلى الحق، وسيدفعهم إلى قبول هذا الحق بإذن الله تعالى. وإنما على كل مسلم أن يحرص على أن لا يؤتى الإسلام من قبله، أن يحرص على أن يكون الحارس الأمين للإسلام، بحيث يصوره أحسن الصورة ويجمله في عيون الناس ليتقبلوه وليأخذوا به. وهذه مسؤولية الجميع. عندما يكون الناس بهذه الحالة، لا ريب أن الإسلام سيسود الأرض بعون الله تعالى وتوفيقه. وهذا ما تحدث عنه المفكرون كثيرا، ونحن نجد معظم المثقفين الذين درسوا الإسلام حق الدراسة اقتنعوا به، وأصبح منهم من يعتنق ومنهم من يعترف بأن الإسلام هو دين المستقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بدينه القويم، وأن يرشدنا إلى الحق المستقيم، وأن يوفقنا للعمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا خلفا صالحا للسلف الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد دينك، ووفقنا لاتباعه، ووفقنا لنصرته، ووفقنا يا الله لنشره والدعوة إليه. اللهم اجمع القلوب على ما تحبه وترضاه من الخير، واهدنا لمرضاتك، ووفقنا لطاعتك. إنك ربنا على كل شيء قدير، وإنك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه وسلام وسلام بالله وسلام بالله الله رب العالمين بالعالمين. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.